أنا شايف وزير العدل موجود مش كده؟ طب ما تقول كلمتين عن موضوع اللي هم الناس كلها قلقانة منه، وبعد أنت ما اتكلمت معايا في اللقاء بتاعنا الناس قالت كلام كتير قوي إحنا ما قلناهوش، فبس طمنهم على موضوع حتى حاجة واحدة يمكن نحتاج إن إحنا أولاً خلي بالكم كلكم، وأنا الكلام ده بقول ليكم وللناس في مصر. فعلاً إحنا كلنا حريصين على إن القانون، قانون الأحوال الشخصية، هيبقى قانون متوازن وموضوعي جداً جداً وبعيد النظر، وبعيد النظر. واسمحوا لي أقول لكم، أصل ما فيش حد ليه مصلحة إن إحنا نعمل غير كده. يعني ما تفتكروش في البرلمان إن هيبقى مثلاً الصوت ضد الموضوعية وضد التوازن. إحنا في النهاية هدفنا إن إحنا نحمي الأسرة ونحمي الأبناء أو البنات اللي من الأسرة ديت. ده بس قاعدة عامة لازم تكونوا منتبهين لها أو بأكدها لكم. ثم إحنا قلنا هنعمل نقاش مجتمعي كبير قوي عشان أطمنكم على إن الموضوع يخرج بالشكل اللي هو الموضوعي والمتوازن. بس عايز أقول لكم على حاجة، كل صاحب قضية هيبقى ليه وجهة نظر خاصة بيه هو حسب حالته. يعني النهاردة لو أنا عندي مشكلة هتبنى، يعني صعب جدا أبقى موضوعي ومتوازن مع نفسي. صعب، مش هقول مستحيل، لكن صعب إن الإنسان يبقى موضوعي ومتوازن في قضية خاصة بيه، وبالتالي لما بيتكلم عنها بيتكلم وبيدافع عن موقفه بشدة، ولو أي حاجة غير كده بيبقى استعداده لاستقبالها مش سهل. فتفضل تفضل. شكرا يا فندم. هو زي ما حضراتكم تعلموا ان كان في توجيه من فخامه الرئيس بان احنا نعمل مشروع قانون للاسره جديد يواكب العصر ويكون محقق للتوازن بين حقوق المراه وحقوق الرجل ويراعي المصلحه الفضلى للطفل. هذا القانون احنا انتهينا منه يا فندم، كل أحكامه الموضوعية والإجرائية خلصناه خالص. إحنا دلوقتي في فترة مراجعة الصياغة لضبطها، لكن إحنا انتهينا من كامل المشروع من الناحية الموضوعية ومن الناحية الإجرائية أيضا. المشروع ده جنب منه مشروع قانون تاني لصندوق للأسرة المصرية علشان يدعم. طب الصندوق، في صندوق فعلا قائم حاليا، بس فخامة الرئيس وجه ان يتوسع شوية في خدماته وفي المبالغ اللي بيديها للأسرة المصرية، فكان محتاج ان احنا نشوف موارد اخرى ونشوف بعض المصادر اللي ندخل بها موارد للصندوق دون ان تحمل اي أسرة مصرية مهما كان مستواها المادي اي اعباء اضافية او مستحيلة. يعني هتبقى حاجات بسيطة جدا. احنا يا فندم لا، خليني اتدخل في النقطه دي لانه حصل عليها لغط كتير. أيوة. وقالوا يعني هو الرئيس ما عارف ان في صندوق بتاع وبنك ناصر بشكل او باخر، يعني من خلال وزاره التضامن. بس انا اللي كنت قلته ايه، قلت لكم وانا لما اتكلمت في النقطه دي قلت يا جماعه ده الصندوق ده، والدكتور نيفين تصلح لي، مش كان يا دكتوره مدين ب 150 مليون 350 يا فندم؟ يا يعني كمان دلوقتي 350. يعني ربنا يوفقكم يعني. فانا اقصد اقول، اتفضل يا دكتور نيفين اتفضلي، انا اقصد اقول بس عشان النقطه لما اتقالت على ان احنا مطلوب مننا، اسمعوا يعني معلش او عذرا، يعني ومحدش يلوي كلامي، محدش يلوي كلامي، ولازم تعرفوا ان في يعني استقبال الناس لكل الكلام مش زي بعضه ولا بأس يعني. بس عايز اقول لكم على حاجه، أنا بحاول بفهم الدولة إن الدولة تتصدى المشاكل المجتمع بيعاني منها من خلال منظومة تتعمل. حاول تاني، بحاول إن الدولة كدولة تتصدى المشاكل وتحديات المجتمع بيعاني منها وأسر بتعاني منها. ما يبقاش يتفرج عليها كده ونقعد نقول إيه، طب نرفع قضايا في المحاكم ونعمل كذا ونعمل كذا. طب الأسرة لغاية ما يحصل ده، ما يحصل ده تعمل ايه؟ افتكروا مره ان انا كنت لما من حوالي 5 سنين كده كنت بتكلم مع رئيس هيئه الرقابه الاداريه في الوقت ده وقلت له ايه؟ انا عايز يجي عليا يوم في مصر هنا ان لا قدر الله اسره فقدت يعني عائلها واحنا بنطلع له شهاده يعني وفاته، نكون بنطلع له اجراءات معاشه. فاكرين الكلام اللي انا قلته ده؟ أنا قلت الكلمة دي قبل كده. كان الفكرة معناها إيه؟
معناها ان البيت ده ما يتهزش ابدا. طب ما يتهزش ازاي؟ بكلمتين حلوين اقولهم لكم واحنا قاعدين هنا، ولا ان احنا نعمل كدوله اجراءات، الاجراءات دي في النهايه تحقق اللي احنا بنقول عليه. انا كان تقديري واللي انا اتكلمت فيه على الصندوق دوت والناس روح، ولقيت بقى بعدها الطلبات الزواج كترت جدا، قال لك نلحق قبل ما السيسي هياخد مننا مش عارف 30,000 جنيه. يعني حصل كده، ما انا متابع بقى، حصل كده صحيح، كله راح قال لك نجوز العيال قبل ما يحصل ده. طيب وماله؟ هيبقى دايما في ردود افعال مختلفه. انا معلش سامحني يعني، بس انا عايز اقول لكم ان الصندوق ده الهدف منه ايه؟ بالهدف منه ان الاسره الاسره لما يحصل لا قدر الله هذا الخلاف وينتهي بانفصال، البيت ما يبقاش فيه عوز، فيه حوجه، الست بغض النظر عن امكانياتها وقدراتها ما تبقاش محتاجه، ما تبقاش في. طب نقدر كدوله نعمل ده؟ نقدر. ما نعملوش ليه؟ ليه اخلي كل بيت سواء كان الاب اللي هو ابو البنت يعني يبقى شايل هم بنته هتصرف ازاي، ولا اخوها، ولا هي طبعا ازاي يعني. طب ما انا لما اعمل صندوق احط فيه موارد، وقلت الرقم اللي هيحطوه ال يعني الزوج والزوجه هيتحطوا قدام منه من الدوله، مش كده دكتور مصطفى؟ مش احنا قلنا كده؟ هنحط قدام منه رقم مشابه بالظبط، يعني حطينا، مش عايز اقول رقم عشان ما تقولوش ان الرقم ده اللي هناخده ولا حاجه، لا احنا بنعمل حاجات كتير قوي، ومهما كانت تكاليف الزواج الرقم اللي هيتاخد ما يبقاش مهم قوي، بس هو بعيد النظر قوي. ليه؟ الصندوق ده هيبقى رقم يتم استثماره مش في اموال تدع في البنوك، لما يحصل مشكله هيبقى في اليات صرف مؤقته لغايه لما الاجراءات التقاضي، مش كده؟ ايوه يا فندم السيد وزير العدل، لغايه لما اجراءات التقاضي تيجي يتسدد الرقم. طب ما جاش هندي للناس، هي الفكره كده. هو احنا كمجتمع والدوله لازم يبقى مجتمع قوي ويحافظ على قوه ومكانه اللبنه الصغيره بتاعته. بايه؟ بفكره، مش ب انا مش بسخر منكم ولا بعمل حاجه عشان يعني على هوايا كده. انا بحاول ان الدوله، وانا قلت قبل كده ان الفهم المحدود جدا لمعاني الدين الجميله مش عيب الدين قد ما هي عيب فهمنا. ولو احنا فهمنا الدين، الدوله معنيه بانها تحط انظمه واليات عمل تحقق بيه كل الكلام الرائع لمجتمعها، كل الكلام الرائع لمجتمعها، وتتصدى لكل مشاكل مجتمعها وتحلها، وما يقولش ايه النقطه دي لم يتم يعني ما تمش بحثها قبل كده او طرحها في المجتمعات القديمه ايام ما كانت بيتم التفكر في الدين. لا لا، العمر الدين ما كان ابدا ابدا مشكله لناسه، المشكله مننا احنا لفهمنا وتطبيقه. لما قلنا موضوع الصندوق ده تحديدا عشان هو حصل فيه كلام كتير، كان الهدف منه ان انا ما يبقاش المجتمع ابدا، ما تبقاش الست ابدا بقول غنيه او مش غنيه. طب وهي لو غنيه هي مالها؟ هي مالها تدفع ليه؟ انا مش بقول بقى اللي معهاش خالص، بقول وهي معاها تدفع ليه؟ ما ندفع كلنا، ما ندفع كلنا لها،